برحب بيكم مرة تانية. لو كنت رائد أعمال أو بتفكر في اتجاه ريادة الأعمال أو حتى بتحاول تعرف تفاصيل أكتر في هذا الموضوع، مهم جدا تتابع معانا هذه الفقرة. ليه؟ لأن ضيفنا النهاردة من أهم رواد الأعمال في مجال صناعة اللاندسكيب في مصر. بدأ مشواره من 17 سنة تقريبا، وقتها كان مفهوم اللاندسكيب محدود جدا، والنهاردة وبعد انتشار ثقافة اللاندسكيب في السنوات الأخيرة وبعد ما أصبحت متاحة لكل شخص حابب يضيف لمسة جميلة في بيته وفي حياته، وبعد ما تجاوز هذا المفهوم فكرة المجتمعات العمرانية المغلقة أو المنشآت الكبيرة زي الفنادق والمؤسسات، وتزامنا مع ميلاد شركة تري لاين لللاندسكيب 17، بشرفنا في الاستوديو المهندس محمد رادي رئيس مجلس إدارة شركة تري لاين لللاندسكيب. هنتعرف منه أكتر على قطاع اللاندسكيب وإلى أين وصلت هذه الصناعة وتأثيرها على السوق العقاري المصري. برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا بيك. كل سنة حضرتك طيب، وكل سنة وشركة تري لاين يعني على الإطلاقة الجميلة للبرنامج ده. أشكرك. كل سنة وشركتك طيبة، وإن شاء الله يعني في السنة 17 يكون عندها إنجازات أكتر وأكتر وتثري حياتنا بالأفكار الجميلة والرقية. إن شاء الله إحنا لسه بنعتبرها كبداية. بداية 17 سنة وبداية؟ إن شاء الله. ده تواضع يعني، اسمح لي. الحقيقة إنه شركتك من 17 سنة هي من الشركات الرائدة في مجال اللاندسكيب، ومن الشركات اللي قدرت تطبق قواعد ومعايير ريادة الأعمال في هذا القطاع تحديدا. كلمني إزاي قدرت شركة تري لاين تثري القطاع العقاري أو قطاع صناعة اللاندسكيب في مصر على مدار 17 سنة اللي فاتوا. هو يمكن المفهوم بتاع اللاندسكيب اللي مش منتشر أو في مصر أو اللي مش مفهوم، إن اللاندسكيب هو صناعة الجمال. صحيح. احنا بنقدم خدمة الجمال، بنحاول نطور فن صناعة الجمال. فن صناعة الجمال بالظبط كده، لان احنا بنطوع جزء من البيئه في المحيط بتاعنا الصغير. طبعا هي مهمه صعبه، ونتيجه لده ان احنا بندمج مجموعه من الصناعات الكبيره جدا او مجموعه من القطاعات الهندسيه الكبيره جدا عشان نقدر نوصل للشكل النهائي. اللاندسكيب ثقافه، او بمعنى اصح ان الجمال عموما ثقافه الشعوب، فعشان نقدر نوصل برفع الثقافه عند الناس واحساسهم بالجمال لازم نهتم بالنواحي الجماليه، منها طبعا العماره ومنها اللاندسكيب. والحقيقه ده توجه دلوقتي موجود في الدوله عموما، مش بس كشركه تري لاين او لكن كشركة قطاع عموما بالزبط. وما بقاش دلوقتي يعني الحمد لله ما بقاش مقتصر بس على المطورين العقاريين او اصحاب الفيلا الخاصه او الكومباوندز المفعوله زي ما حضرتك تفضلت قلت. لا، دلوقتي بقى بدا ينتشر بتطوير الميادين، تطوير مثلا كورنيشن مطعم مع شركه النصر اسكان والتعمير. بدانا نتوسع بالمجال عشان جميع الناس تقدر تلمس جمال اللاندسكيب. احنا دورنا الحمد لله من بدايه ما بدانا ان احنا مش متوجهين كمشروع استثماري، احنا متوجهين على ان احنا ننشر ثقافه الجمال عند الناس، نوصل المفهوم لابسط الناس. يعني ايه رساله؟ رساله بالظبط، لان احنا كان هدفنا شويه وما زلنا الحمد لله وهنستمر في ده، ان هدفنا مش استثمار على قد ما هو نشر ثقافة جمال بنورثها إن شاء الله الأجيال بعد كده، هي اللي هيقدروا يحسوا المجهود اللي احنا بنبذله دلوقتي. صحيح. الحقيقة يعني خليني فكرة لاندسكيب النقاش فيها طويل جدا وفي تفاصيل كتيرة جدا، لكن قبل ما أسيب فكرة ريادة الأعمال كلمني عن دراساتك في ريادة الأعمال، إزاي قدرت تستفيد منها في تكوين بناء متكامل في شركة تري لاين، بناء متماسك يثري ويقدم أفكار جديدة للقطاع، وفي نفس الوقت من جوه الشركة عندنا بناء مختلف شوية. مظبوط. هو ريادة الأعمال قايم على بذرة أساسية أو حجر أساس هو العرض والطلب. سوق اللاندسكيب هو سوق قوي جدا والطلب فيه كبير جدا، خاصة في الفترة الأخيرة بعد الطفرة الكبيرة في البناء اللي بنشوفها في مصر. الطفرة الكبيرة في البناء، لأنه طبعا العقار هو حجر الأساس في الاقتصاد المصري، واللاندسكيب هو حجر الأساس في صناعة العقار. فإحساسنا أن اللاندسكيب هو الجزء أو القطاع القوي اللي ليه مستقبل في مصر دلوقتي، وتوجه الناس وثقافتهم اتحولت للجمال زي ما اتكلمنا قبل كده. فبالتالي أن احنا دمجنا ريادة الأعمال أو فيجن أو بزنس فيجن
مع حبنا لللاندسكيب، وبالتالي قدرنا ان احنا نلعب على نقطه الحجر الاساس في رياده الاعمال، وهو توفير احتياجات العميل في مكان واحد. وبالتالي ان احنا لما فكرنا نعمل شركه لاندسكيب عملناها متكامله، جميع خدمات اللاندسكيب تحت مظلته، بداية من التصميم للتنفيذ، تنفيذ جميع قطاعات اللاندسكيب أو خدمات اللاندسكيب، هاردسكيب، سوفتسكيب، ووتر فيتشرز، حمام السباحة وما إلى ذلك، الودن ووركس، الإضاءة والزراعة طبعا وشبكات الري وما إلى ذلك. فكان هدفنا أن احنا نقدم للناس شركة تقدر توفي جميع احتياجاتهم، وتكون هي الوجهة الأساسية لكل راغب في خدمة من خدمات اللاندسكيب. وبالتالي الاستراكشر الداخلي وبيئة العمل مهيئة مبدئيا لتوفير هذه الخدمات. بالضبط، عشان زي ما اتكلمنا ان اللاندسكيب صناعة قوية وشاملة لعدة فروع من الهندسة، فقدرنا ان احنا نضم تحت مظلتنا العمارة، هندسة العمارة، الهندسة المدني، هندسة الكهرباء، هندسة الكهروميكانيكال، هندسة الزراعة، هندسة الري، عشان نقدر نوصل للمنتج المتكامل اللي الناس بتحتاجه. يعني شوف حضرتك بتقول كلام كبير ازاي، هندسه راي وهندسه زراعه وكهروميكي ميكانيكال، والحقيقه يعني ومن شويه قلت لي حجر الاساس في القطاع العقاري، يعني في حين انه بعض الناس بتشوف انه فكره اللاندسكيب دي فكره ثانويه جدا ومش من اولوياتها، وان التصميم الداخلي اهم بكتير جدا، وانه لما هنيجي اللاندسكيب نزرع شويه شجر ونعمل شويه نجيله فاحنا عملنا لاندسكيب. الحقيقه ان دي ثقافه كانت منتشره وسائده في مرحله من المراحل، هل ما زالت هذه الثقافه سائده حتى الان؟ لا، الحمد لله، الحمد لله ان الثقافه دي ما بقتش موجوده عند الناس، خصوصا في الفترة اللي تعرضنا لها الفترة الأخيرة بتاعت الكورونا، فالناس بدأت تتوجه للمساحات الخارجية، ولازم المساحة الخارجية دي توفي احتياجاته. ونتيجة برضو أن في حصلت مشاكل كتيرة جدا في السوق، وأن هم تعاملوا مع غير متخصصين، فالناس بدأت تلمس أهمية تصميم وتنفيذ اللاندسكيب بشكل احترافي. طبعا أهمية التصميم الداخلي والانتيريور دي لا غبار عليها، لكن الجزء الخارجي كمان هو بنعتبره عندنا وعند أغلب العملاء هو الجزء الأهم من الفيلا. يعني كتير جدا من العملاء اصحاب الوحدات الخاصه بيتكلم ان انا عندي اهم حاجه هي الجنينه، انا اغلب قعدتي هتكون في الجنينه، سواء في قعدتنا في الفطار، في الغداء، في تجمع عائلي، في مناسبات. فبدا الناس تتوجه للمساحات الخارجيه او اللاندسكيب، وبداوا يلجاوا فعلا لناس متخصصين، وده من حظنا الحمد لله، لناس متخصصين ومحترفين في تنفيذ اللاندسكيب. اللاندسكيب هو او الحدائق الخارجيه او جناين الفيلا الخاصه منطقه كريتيكال قوي، لان احنا يهمنا مراعاه عوامل الامان في المساحات الخارجيه. اللاندسكيب متعرض لعوامل تعريه، متعرض لكهرباء، الكهرباء دي جنب شبكات الري، فبالتالي لازم اكون عامل حسابي جدا في الديزاين بتاعي ان انا موفر الامان، الاضاءه برضو في الاماكن المرتفعه او الاماكن المنخفضه لازم ابقى عارف كويس ان انا بوفر الامان للعميل وهو بيستخدم الجنينه بتاعته، بالاضافه برضو لممرات الحركه في الجنينه لازم تكون متوفره مظبوط عشان اتجنب عيوب كتيره. العيوب دي يا اما عيوب في السلامه، يا اما عيوب في تكلفه اضافيه ملهاش داعي بعد كده. صحيح. طيب فكره التدريب من العناصر المهمه جدا جدا في بناء الشركات الكبرى الحقيقه، يعني واكثر من مؤسسات شفنا فيها يعني قسم متكامل لتدريب العاملين فيها، هل بتتوفر هذه الفكره في تري لاين ايضا؟ هو حاليا في السنوات الاخيره بدانا نركز جدا كجزء من نشرنا لثقافه اللاندسكيب ان احنا نتعامل مع خريجين الكليات للقطاعات المذكوره او للخريجين الجداد من الكليات اللي احنا اتكلمنا فيهم في القطاعات الهندسيه، عشان نقدر نشربهم مفهوم اللاندسكيب صحيح، وبالتالي يبقى عندنا جيل جديد من المحترفين واللي فاهمين شغلهم كويس، ويقدروا يساعدونا في نشر ثقافة اللاندسكيب أو صناعة الجمال اللي احنا بنتعامل فيها على المستوى العام بقى، مستوى البلد كلها. حاليا احنا اصلا بنتعامل، او الدورة التدريبية اللي شغالة عندنا دلوقتي في الشركة، وهي بالمناسبة مدفوعة الأجر شهريا يعني براتب شهري للمتدرب خريج الخريج الجديد لكلية التخطيط الحضري والعمراني وكلية هندسة قسم عمارة، وان شاء الله في الربع الثاني من 2021 هيكون فيها الزراعه والري. احنا بنحاول نغطي كل القطاعات اللي احنا بنتكلم فيها، ومش بس ان احنا نفهم الناس او نشرح لهم المتدربين ان هم يكونوا تكنيكال
كويسين، لا احنا اللي يهمنا ان احنا نبني شخصيته، ازاي يتعامل مع بيئه العمل، ازاي يكون جزء من الفريق، ازاي يستغل الكرياتيفيتي بتاعته ويقدر يطلعها مظبوط، ازاي نخرجه بره الصندوق منه. بالظبط. طيب كلمني عن اهم المشروعات اللي انجزتها شركه تري لاين في مجال اللاندسكيب. احنا الحمد لله في الفتره الاخيره مركزين على نشر ثقافه الجمال على المستوى العام، فاحنا دلوقتي حاليا الحمد لله مع شراكه مع شركه النصر للاسكان والتعمير لتطوير الجنايه العامه، ومنها برضو تطوير كورنيش المقطم. متعاقدين مع اكتر من شركه لتطوير الميادين الخاصه بالتجمع الخامس الميادين العامه، وبرضو في اكتوبر. ودلوقتي في نقطه جديده كمان، يعني احنا سعداء جدا ان احنا بدانا نفتح جزء كبير من شغلنا في النقطه دي، وهي تطوير اللاندسكيب في المدارس. يعني اغلب المدارس العامه كانت او اغلب المدارس بتهتم فقط بملاعب الاطفال ومنطقه الالعاب. لا دلوقتي حاليا واحنا في بينا حاليا شغال مشروع تطوير مدرسه تران انترناشونال، هي مدرسه المانيه، وده كان سر اهتمام او سر نجاحنا في دخول المجال ده، لان احنا عملنا تصميم لمدرسه، المدرسه دي هي مدرسه المانيه. طبعا اللاندسكيب هو كمصطلح حتى اللاندسكيب هو اصله الماني، فتعاقدنا معاهم على اساس نشر ثقافه اللاندسكيب من الاصول بتاعتها ومن الجذور. الفكره لاقت ترحيب كبير جدا من الشركه الالمانيه، وفعلا حطينا تصميم اعتقد ان هو ممكن يتعرض معانا هنا، وده التصميم فعلا اللي موجود. ده تصميم المدرسة؟ بالظبط. اهتمينا فيه بقى ان احنا نطوره، نخلي الطفل من بدايته او من جذوره مرتبط بالطبيعة. وفرنا لهم مثلا مدرجات للقراية، بتكون المدرجات دي خضراء، وهو ضربنا عصفورين بحجر. يعني عملتوا زونز مختلفة لكل اكتيفيتي. الحقيقة فكرة هايلة يعني. حتى احنا كمان في الجزئية دي احنا وفرنا مكان للطلبة عشان كل طالب يقدر يزرع البروجكت بتاعه، سواء بقى زرع انتاجيه او زرع تنسيق زهور باسمه، يكون هو اللي مسؤول عنها ان هو يكبرها من بذره لحد ويرويها وتتنقل معاه من مرحله لمرحله. ووفرنا له برضه امكانيه انه يشوف الجمال متصل بيه مباشره، مش فكره بقى مجرد شجره، لا يقدر يستغلها زي ان احنا عاملين فيها مدرجات خضره بارتفاعات، يبقى اتاشت جدا لل الطبيعه منها، بيقدر يلعب في مدرجات خضراء، يقدر يقعد يقرا في مدرجات خضراء، راعين الفصل ما بين السنين العمريه المختلفه لان كل واحد يقدر يستغلها مظبوط. في نفس الوقت برضو راعينا البرايفسي للمدرسه بمنظور جديد، يعني هي المدرسه موجوده في خلفيتها مدرجات لمنطقه المقطم. احنا قدرنا نزرع المدرجات دي بنباتات متسلقه وبنباتات وباشجار، قدرنا نوفر المنظر الجمالي ان الطفل مجرد ما خرج شاف قدامه مدرجات خضراء على مد البصر، قدر يتعامل مع الزرع بتاعه، فهو بقى اتشت جدا. والحقيقه ان اداره المدرسه سواء الاداره المصريه او الالمانيه مرحبين جدا بالفكره، متعاونين جدا، وان شاء الله بعد افتتاح المدرسه هيكون في دورات تدريبيه للاطفال لتفهمهم يعني ايه لاندسكيب، لشرحهم ازاي يقدر يراعي النباتات حتى لو في بيت وحتى لو في بلكونه البيت. بس وده جزء يعني محاولات من اللي احنا بنعملها عشان ننشر ثقافه الجمال. الله عليكم. اخر سؤال بقى وفي عجاله، عايزه اعرف الحلم القادم لتري لاين. تري لاين الحمد لله ماشيه في سكه التوسع ناحيه ان احنا نتجنب استيراد اي خامات من بره، ونكتفي بالخامات المحليه، لان اللاندسكيب دلوقتي كقطاع متنامي الناس مياله شويه للمنتجات المستورده، في حين ان احنا عندنا في مصر هنا منتجات رائعه، سواء بقى من رخام او جرانيت او زراعات او نجيل طريق صناعي. تصميم او نجيل صناعي وما الى ذلك، وحتى الجرين وولز اللي هي الارتفيشال، كل ده دلوقتي بنحاول نتوجه ان احنا يكون عندنا صناعه متكامله لسد احتياجات السوق المصري بمنتجات مصريه. تمنياتي بالمزيد من التوفيق ونجاح لشركة تري لاين، ولحضرتك مهندس محمد رادي رئيس مجلس إدارة شركة تري لاين لللاندسكيب، بشكرك كل الشكر على هذا اللقاء، ونتمنى أن يتجدد اللقاء مرة تانية ونتعرف منك أكثر على المزيد والمزيد من المعلومات عن قطاع اللاندسكيب. شكرا لحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا فاصل وهنرجع نكمل فقراتنا مرة تانية مع حضرتكم.